12 عام ديال القرايه في هاد البلاد. واحد النهار قال لي الوالد انت ماشي ديال هاد البلاد. كانت عزيزه عليا الفلسفه بزاف وكان استاذ فيها، حبب عليا من الصغر. ملي كبرت وخديت الباك درت تخصص الفلسفه. 10 اكتوبر 2021 العشرة الصباح مطار محمد الخامس الدار البيضاء، غادي تكون اول اللي حل لي في حياتي في طائره. غادي نكمل قرايتي في انجلترا بلاد الفلاسفه، بلاد توماس هوبس، جون لوك، أنطوان كوبر، ألان ميلر. إنجلترا ما جاتش بالصدفة، الوالد صيفطنا تما وعارف على صيفطنا. أجواء لندن في الصباح ما كيبان لك والو، إلا كنتي باغي تعرف المدينة الضباب ما كيخليك تشوف والو. داكشي علاش سموها عاصمة الضباب أو مدينة الضباب. جامعة إكستر جامعة متخصصة في الفلسفة فقط، كانت في مدينة ليدز اللي بعيدة على لندن بواحد 150 أو 200 كيلومتر، وهي اللي غادي نكمل فيها قرايتي. كانت جامعة لها سمعة عالمية وتخرجوا منها كبار الفلاسفة اللي كاينين في الساحة الآن، وحتى أنا كنطامن نكون واحد منهم. أول نهار ليا في الجامعة داخل ديخ ما فاهم والو، كنشبع غير الإشارات اللي دايرين ليا في الجامعة. كنقلب على القاعة رقم 19، القاعة اللي غادي نقرا فيها 4 سنين، كانت مكتوبة ليا في بطاقة الطالب اللي عطاوها ليا نهار تقيت أول مرة. بقيت كنقلب حتى لقيتها، كانت قاعة كبيرة بزاف وعدد الطلبة كان قليل. بانت ليا واحد البلاصة خاوية القدام، مشيت وجلست فيها وعينيا كيحسبوا غير الناس اللي في القاعة. بغيت نعرف الناس اللي غادي يقراو معايا هاد 4 سنين. يلا بديت كنحسب بعينيا، 1 2 3، وانا نسمع هايو. نطرت هو يبان لي واحد الراجل كبير عنده تقريبا فوق من 60 عام. كانت اللحية ديالو بيضة، من خلال الهندام ديالو والكتوبة اللي كانوا قدامه عرفت هو أستاذ ديال هاد القاعة. في إنجلترا ولا أوروبا ما كيعطيوش اهتمام للسن، لكن شي قادر مازال تعطي كيخليوك تقري. هذاك العلم اللي عندك ما كيموتش معاك. هادشي كان منطابق على مستر إيريك بيترسون، كان من أصول بولندية كبر وعاش في إنجلترا. قال لي هايو انتردوس يورسيلف شو ايفريوان. شفت فيه وانا متزنى وتحرش بزاف، حيت كلشي في هذيك القاعه بدا كيشوف فيه. كانت لونغلي ديالي على قد الحال، وقفت في بلاصتي وانا نقول هاي ايفريوان، جود مورنينغ، ماي نيم از حمزه فروم مروكو، ذيس از ماي فيرست يير هير اون انجلس. هو يقول لي مستر ايريك بواحد الصوت مرتفع، Welcome to people of North Africa. ملي قال لي حسيت براسي نيش بالصح افريقي وبراني في هاد البلاد ما كنعرف حتى شي واحد. الحصة الاولى كنت غير كنشوف وكنسمع، خرجت بجوج حوايج. عرفت بلي مستر ايريك عزيز عليه الجدال بزاف، ديما هو عكس تفكيرك وخا تكون على حق. سالاش هذيك الحصة ماتش غادي خارج هو يعيط لي مستر ايريك، درت هنا لقى هز كيلو ديال الوراق. قال لي هاك الدروس اللي فاتوك هادي شهر ونص، حيت كنت جيت معطل كانوا فايتيني بشهر ونص. بقيت كنشوف هذوك الوراق وقلت مزيان هاد الوراق وهاد الدروس نديرهم هما صحابي، حيت ما عندي لا صحاب لا والو. خديت هذوك الوراق وكانت هادي الحاجه الثانيه اللي غادي نخرج بها من الحصه الاولى مع مستر ايريك. العام الاول كان عام صعب بحكم اول عام ليا في الغربه، كنت كنعيش في الحي الجامعي كان كبير بزاف، لكن الطلبه القدام قسموا هذا الحي الجامعي، كل مبنى وشكون اللي شادو. الاسيويين بوحدهم، الافارقه، العرب، اليهود، المسيحيين، كله والمبنى ديالو. انا كنت في واحد المبنى مخلط ما بين العرب والافارقه وحتى الاسيويين. وهذا الشيء كاين حتى في المطعم، كل فئة وبلاصتها. العام الأول كان عام استكشاف بالنسبة لي، تعرفت على مدينة ليدز وجامعة إكستر وبعض الحضارات ديال هاد المدينة، وكانت واحد الطبيعة خلابة جدا قرب الجامعة. كنت كنمشي كنجلس تما بعض المرات، وتعرفت حتى على مستر إيريك أستاذ ديالي ديال 4 سنين. العام الثاني في جامعة إكستر كان عام الأصدقاء، قدرت نتعرف على بعض الأصدقاء، واحد جوج آسيويين من باكستان كانوا مسلمين، وتعرفت على بعض التوانسة وبعض الأفارقة. كنا كنلعبوا كرة القدم اللي كانت عزيزة عليا بزاف،
حاشي اللي كنت كنستافيها شوية ديال الغربة. عزيز ومحمود كانوا ديما في جدال مع مستر إيري بحكم كانوا مسلمين من باكستان، ديما كانوا في نقاش على العالم الآخر وعالم الروحانيات. كان مستر إيريك لا يؤمن بالعالم الآخر، هادشي اللي خلى محمود وعزيز ديما في جدال مع مستر إيريك. كان عزيز عليه الجدال بزاف لدرجة أنه ملي كيسالي الدرس كيسولنا واش فهمتو، الأغلبية كيقولوا فهمنا، كيقول لنا ملي فهمتو علاش ما سولتوش. كانت العقلية الفلسفية طاغية عليه بزاف. مستر إيريك بيترسون كان ملحد من خلال سؤال واحد سولته، شكون اللي خلق الكون؟ كان دائما إجاباته طويلة وبدون حجج، ديما كيلصقها للطبيعة وكيقول أن الكون جا من اصطدام. وصلنا آخر السنة الثالثة وقرر مستر إيريك بيترسون يدير لنا خرجة استكشافية، الكلاس كامل لمدينة مانشستر اللي كبر فيها. 7 أغسطس 2024، 9 ديال الصباح، قدام جامعة إكستر. غادي نكون أنا وعزيز ومحمود، هما اللي كانوا قرابين ليا بزاف حكم كانوا كيقراو معايا وكانوا مسلمين. كنا كنتسناو مستر إيريك، شوية بشوية تزادوا أعضاء أخرين وولينا في المجموعة 10، 5 الدراري و5 البنات. شوية كنسمعوا الكلاكسون، مستر إيريك جاي صايق واحد الميني بيوس. شير علينا كان مغير تماما على مستر إيريك ديال الجامعة، كان لابس واحد تيشورت نظاظر كحلين، شابو واحد الشورت، كان مغير تماما. سولنا فينا هما الاخرين، قلنا ليه هادشي اللي جا. تسنينا واحد 10 دقائق ما جات حتى واحد وشدينا الطريق لمدينة مانشستر. كانت بعيدة على جامعة إكستر ب80 كيلومتر. وصلنا لمدينة مانشستر، كانت مدينة فيها طبيعة أكثر من البنايات، عكس لندن ولا ليدز. فيما كنا كنوصلوا لشي بلاصة كان كيتفكر مستر إيغريك الذكريات الطفولة ديالو وكيبقى يعاود لينا الأحداث اللي كانوا كيطراو ليه في كل بلاصة كنا كنوصلوا لها. حتى وصلنا واحد الغابة، كانت غابة كبيرة بزاف والشجر ديالها طويل عالي بزاف. قال لينا هذه هي الغابة اللي كنت كنجي لها وأنا صغير. بقينا داخلين في واحد لابيست، وصل الغابة هو يوقف هبط وبقينا غادين، هو القدام وحنا وراه. كانت الغابة فيها أشجار كثيرة وعالية لدرجة أن ما كتبقاش تبان الشمس بعض المرات. وكان مستر إيريك يهضر لنا على الطبيعة وفضلوها على البشرية، ديما كيحاول يعطي قيمة للطبيعة بزاف. حتى وصلنا لواحد النهر اللي كان قاسم الغابة على جوج، كان منظر واعر وبقينا كناخدو بعض الصور مع هذا المنظر. واحد اللقطة بغيت نتصور مع مستر إيريك ولقيتو كيشوف واحد الشاطئ اللي كان في الغابة الثانية مورا الواد. قلت ليه مستر إيريك، ما سمعنيش وانا نغوش مستر إيريك، هو يدور مخلوع بحال شي واحد قفزه. قلت ليه جا نتصور انا وياك، لكن حسيت بيه ماشي هو هذا كما كان في الاول. وانا نشوف هذاك الشاطئ من البعيد كيبانوا ليا فيه 3 ديال الطبقات، هو يقول لينا مستر إيريك هذاك الشاطئ عمرو كان في هذه الغابة. وحنا بدينا كنضحكوا. قال لي محمود يقدر يكون يلاه تبنا. قال لي مستر إيريك ما يمكنش، هذه الغابة هذه كنجي لها بزاف وكنجي لها 2 مرات في العام، اخر مرة جيت لها ما كانش هذا الشاطئ هذا. هو يقول ليه عزيز علاش ما نمشيوش نقربوا ونشوفوا هذا الشاطئ كيفاش داير. وافقنا حنا كاملين وقررنا باش نمشيو نشوفوا هذاك الشاطئ، وقطعنا هذاك الواد اللي كان قاسم هذيك الغابه. كل ما قربنا لهذاك الشاطئ كل ما كيبان لينا غادي وكيكبر غادي وكيكبر، حتى وصلنا ليه. ويقول لنا مستر إيريك هذا الشاطئ هذا مستحيل يتبنى في قل من عامين، ما يمكنش هذا الشاطئ هذا عمره كان هنا.